سانتياغو برنابيو، منازلة رهيبة مخيفة بين الألمان والطليان. مدريد المكان، و22 ماي الزمان، فمن سيكون السلطان؟ حكم مساعد أول ميكيل مولاركي، حكم مساعد ثاني دارين كان، والحكم الرابع مارتن أتكنسون. إلى تشكيلة الإنتر في هذه المباراة، حراسة المرمى لجوليو سيزار، في الدفاع والتر سامويل ولوتشيو، في الارتكاز الأرجنتيني أغلى المدربين في العالم 47 سنة، صاحب كأس الاتحاد الأوروبي، وأمامه الهولندي لويس فان غال. هو الأستاذ ليرمي مورينيو اليوم، الأستاذ فان غال في حوار الأبطال. أريان روبن اللي قال عليه مورينيو، لما يكون في استعدادات بدنية أكيد هنالك خطورة رهيبة للكتيبة الألمانية. بداية المباراة مايكل دوغلاس على طول، محاولة الاتصال بويسلي سنايدر، مفاتيح عديدة في اللعب. مايكل دوغلاس أولهم، وثانيهم طبعا سامويل إيتو. دفاعية منتظرة من جانب فاني بلام، وروبن يشن الهجمة، وروبن يخترق يوزع. لولا والتر سامويل، هجمة نفاذة من الهولندي أريان روبن باتجاه الدوري الكرواتي إيفيكا أوليتش. إيفيكا أوليتش دينية في الارتكاز، روبن في الركنية يسارية على مستوى القائم الثاني، والاقتناص بامتياز من جوليو سيزار. جماهير بايرن تغني بايرن بايرن. كرة التيتوب تصطدم بوالتر سامويل، والركنية هذا هو تدخل لويسلي سنايدر. تحدث بعد البلبلة في دفاع البايرن، أثبتت جدارتها في الكرة الإيطالية. سنايدر يسدد، والثبات الحارس هانز يارك بعد للمرة الثانية، فهذا الثالثة ثابتة. ويسلي سنايدر، وهذا الحوار بين أريان روبن الفنان وجوزي مورينيو. أكيد أتيكو ميليتو، كرة ممتازة لويسلي سنايدر، ميليتو يسدد. جول جول الفنان، جلاد الجلادين، هداف الهدافين، أروع الرعين، دييغو ميليتو وحده بكرة هولندية. يا سلام، يعطي كرة ممتازة لمارك فان بومل، إمكانية التسديد فان بومل، كرة قوية جدا من الكابتن الهولندي لفريق بايرن، ولكن الوقت ضاع. في حالة فوز هذه الليلة باللقب سيصبح هو رقم واحد في تاريخ والإنتر من أجل الثنائية والثلاثية. والتيتور وكرة، روبن على كرة رائعة لدييغو ميليتو على اليسار، توخي الأرجنتيني يراوغ يمان يسدد، وامتياز رائع من الحارس هانز يورك بعد، يسارية مقدونية. يا سلام، هوارد ويب يطلب 9 أمتار و 15 سنتيمتر. ويسلي سنايدر الهولندي مثل ما توقعنا هو في السرعة، لكن بعيدة على هانز يورك بعد. لعب ويسلي سنايدر، لوتشو يلعب بالنار، ولوتشو يلعب بالنار. التيتو في السادر بجانب جوليو سيزار، لا تلعب بالنار يا لوتشو، تحرق أقدامك وأقدام الإنتر. مرايا تأتي بسرعة جنونية، روبن يسدد، وتوماس فولر، ولولا استيبان الأخطاء 12 مخالفة ضد البايرن و8 ضد الإنتر من سنايدر اللي سدد، والحارس هانز يورك بعد. اليوم حارس البايرن حقيقة لم ينحني إلا بعمق. تدخل من والتر سامويل، أريان روبن قد يتقاطع على اليسار ويسدد، وإذا روبن يسدد، يا سلام يا سلام، كرة يا
اليسارية هولندية والامتياز والرشاقة برازيلية. والكلمة الأخيرة لجوليو سلوجو، حواره مع فان بيتن، ميليتو ايتو الثنائي، ميليتو يا سلام، جول 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 جول، جلاد الجلادين، هداف الهدافين، أروع الرائعين، سجل يا منعمهم، افرح يا قايدهم، أنت متعبهم، أنت محيرهم. هو إنتر المواعيد الكبرى، هو إنتر أكبر المواعيد. الليلة عيد، الليلة عيد. لويس فان خال، نهاية المباراة مشاهدينا الكرام. مليون مبروك لإنتر ميلانو، حظ أوفر لبايرن ميونخ، فعل فريق إنتر. إنتر يصبح أول فريق إيطالي يحقق ثلاثية تاريخية غير مسبوقة بالمرة في سماء الكرة الإيطالية. إنتر ماسيمو موراتي، إنتر جوزيه مورينيو، إنتر ماتيراتسي كوردوبا، تير ستانكوفيتش والبقية. إنتر يحقق الحلم، أحلام النيراتزوري، أحلام ليلة القبر. Take a moment right here, feeling like a sound gear. المتابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا.